شاركت معالي الشيخ خميس بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في الاجتماع المشترك الأول للوزراء المسؤولين عن الشؤون السياحية والثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد يوم أمس برئاسة سمو الأمير سلطان بن سلمان آل سعود ومشاركة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد افتتح الجلسة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤكدا على ضرورة التقاء الثقافة والتراث من أجل تحقيق تضامن فيما بينها، خصوصا خلال هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا إسهام ذلك في رفع وعي الأجيال بتاريخها وحضارتها. وأكد سموه أن هذا الاجتماع له أهمية كونه يأتي في سياق تحول دول الخليج العربي إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية. وقد طرح سموه مملكة البحرين نموذجا يحتذى به، مشيدا بالدمج ما بين الثقافة والسياحة من خلال اشتغال الثقافة على ترميم المواقع الأثرية واستعادة تاريخ المنطقة. هذا وقد أعربت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن تأييدها للتوجه المطروح، مشيرة إلى أن الاقتصاد اليوم يراهن على المكونات الحقيقية للمجتمعات والتي تتمثل في الأصالة والتاريخ والحضارات والثقافة.